أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، يسعدنا في هذه الحلقة أن نتناول قضية كبرى تتعلق بأثرياء المغرب والعرب وأثرياء العالم والتبرع، وقضية التبرع. آخر التقارير في مجال التبرع على أن أكبر المتبرعين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم هو الأمريكي جيف باروس. جيف باروس هذا يعتبر من أغنى ومن أثرياء العالم، وقد جاء ضمن قائمة أكبر المتبرعين وأكثر الوجوه الإنسانية إنفاقا للخير حسب صحيفة الغارديان البريطانية. هذا الرجل الذي تبلغ ثروته 137 مليار دولار، أكرر الرقم لأن الرقم كبير جدا، 137 مليار دولار، بمعنى أنه يفوق دولا بإفريقيا وبأمريكا اللاتينية من حيث الثروة، كما فاق مؤسسة مايكروسوفت ومؤسسها بيل غيتس الذي يعتبر ثاني أغنى رجل في العالم. إذن جيف بيروس تبرع بمبلغ 2 مليار ريال دولار، في حين أن بيل غيتس تبرع خلال 4 سنوات ب45 مليار خلال هذه السنوات الأربع. نعود إلى جيف بيروس، وهو من الأشخاص الذين يهتمون بالفقراء ومشاكلهم والمساكين والمحتاجين والمهمشين في الدول الأكثر احتياجا، رفقة بيل غيتس، سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها، دون أن يميزوا بين هذا مسلم أو يهودي أو بوذي، ما يهمهم هو الجانب الإنساني. إذا كانت قصة هؤلاء الأثرياء تلقى صدى على المستوى الإعلامي وعلى المستوى يعني مستوى الترويج لها من خلال برامج متقنة، يعني بميزانيات ضخمة، ماذا عن الأثرياء المغاربة؟ ماشي كنقول هذوك الأثرياء اللي عندهم جوج، أثرياء نيتي، أثرياء المغاربة المشاهير، وماذا عن الأثرياء العرب؟ نرى من حولنا أن هناك مدارس آيلة للسقوط، أناس يقتلهم الثلج أو يرتجفون من شدة الثلج في جبال المغرب، وهناك مناطق لا طير فيها ولا شيء، ينتظرون كباقي المنتظرين، وهناك مدارس آيلة للسقوط ومستشفيات تحتاج لمن يكمل بناءها وتجهيزها، وهناك أيتام ودور أيتام وخيريات ودور طالبات وأرامل وفقراء بالملايين ومتسولين وقضايا صحية ومرضى في شتى الأنواع ومرضى السرطان، يوما يستغيثون من ينقذهم أو يمد لهم يد العون.
بمقارنة بسيطة جدا. أين هؤلاء الأثرياء المغاربة والعرب الذين يقيمون حفلات للبذخ وحفلات حفلات زفاف لبناتهم وأولادهم بالملايير، ويقيمون الدنيا ويقعدونها بحفلاتهم؟ أين هم من بيل غيتس وجيف بروس وباقي المتبرعين؟ أين هؤلاء الأثرياء المغاربة والعرب وهم يقدمون وجبات بسيطة ويحسبونها نوعا من التبرع؟ أين هؤلاء الأثرياء المغاربة والعرب الذين يقدمون تبرعات على أطراف الأصابع ويعتقدون أنها تبرعات، ويظهرون أمام الكاميرات في حملات انتخابية سابقة لأوانها؟ لماذا لا يأخذ الأثرياء المغاربة والعرب من جيف بروس وبيل غيتس وأنجلينا جولي وبراد بيت والآخرين؟ يعني هناك ليس هناك ثقافة للتبرع عند الغرب، أقول ثقافة للتبرع في كل شيء، من المال والملابس والأثاث إلى حتى الأعضاء الجسدية للإنسان. أين نحن من هذه النماذج في بعدها أو في بعد التبرعات والمساعدات الإنسانية والاجتماعية، وليس فقط من يتبرع ويتقدم أمام الكاميرا في التقاط الصور؟ أين نحن من هؤلاء الذين يتبرعون دون أن يذكروا أسماءهم ولا حتى عناوينهم، ويمضون إلى حال سبيلهم ويتركون أثرا إنسانيا فيه الكثير من البعد الإنساني والبعد الاجتماعي والوعي الاجتماعي؟ هذا ما نحتاج إليه في الوطن العربي، وهذا ما نحتاج إليه في المغرب العربي، وهذا ما نحتاج إليه في المغرب. إلى هنا أكون قد أنهينا هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر بحول الله. فرجة ممتعة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.